زمان المصريين القدماء صنع حضارته، بنى دولته، أقدم دولة متكاملة الأركان عرفها التاريخ. إيمانهم وعقيدتهم زادوا من قوتهم، وكان جيشهم أقوى جيوش الأرض، جيش بيحمي الناس والعرض. وأثرهم اللي عايشة لحد النهاردة شهد على عظمتهم اللي نبع من إيمانهم وحضارتهم، بيتحاكى بيها التاريخ ويتباهى بيها البشر. وعلى مر الزمن هتفضل هي البوصلة، طاقة الإلهام والنور لكل البشر.